السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. جواسيس، عيون وآذان، رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات، يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق. ممثلون بارعون، منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية. وجوه من الظل، حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. دونالد هيففيلد وزوجته تريسي. في العام 2000 انتقل دونالد هيففيلد وزوجته تريسي فولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان يحملان الهوية الكندية، بل إن دونالد حسب الوثائق التي معه ابن دبلوماسي كندي خلال ستينيات القرن الماضي. على مدى 20 عاما أو أكثر ظل الزوجان يتجسسان لحساب الاتحاد السوفيتي ثم لحساب روسيا. لا يوجد مجتمع محصن تمام التحصين، كل المجتمعات معرضة للاختراق من قبل جواسيس جهات عدوة أو صديقة. هنا المصالح تسمو على المبادئ والأخلاق وعلى الصداقات. كل جهة ترسل جواسيسها الذين يتخذون هويات شتى، أو تجند من تلك المجتمعات من هم مهيئون للخيانة، تجعل منهم عيونها التي تراقب وآذانها التي تتنصت لها ويدها التي تجمع المعلومات وتأتيها بأخبار كل شيء. في زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي تطور الفعل التجسسي بتطور الأدوات التي تتيح للجواسيس التغلغل في المجتمعات المستهدفة وتحول دون افتضاح أمرهم بسهولة. ومما تم ابتداعه في هذا المجال ما يمكن اعتباره استنباتا للجواسيس في بلد من البلدان، بأن تصنع لهم هوية حقيقية تكون غطاءهم الذي يبعد عنهم الشكوك والظنون. من القصص العجيبة التي تدرج في هذا الباب قصة جاسوسين سوفيتيين تمكنا من التسلل إلى المجتمع الأمريكي وظلا يزودان موسكو بتقاريرهما على مدى عقدين من الزمن أو يزيد. كان زوجين لهما ولدان، وكانت حياتهما مستقرة لا يعتريها اختلال. في 30 غشت من العام 60-900 في كرانسك على ضفاف نهر الكان في روسيا ولد أندراي أوليغوفيتش بيزروكوف، ولما أنهى تعليمه الثانوي انتقل إلى مدينة تومسك لمتابعة دراسته الجامعية، والتحق بجامعة تومسك حيث كان طالبا بين العامين 1978 و1983. هناك في جامعة تومسك التقى إلينا فافيلوفا التي سيتخذها زوجة. تزوج مباشرة بعد انتهاء دراستهما الجامعية وانتقل إلى موسكو، حيث دخل مدرسة تكوين ضباط الكاجيبي مخابرات الاتحاد السوفيتي. منح أندراي بيزروكوف هويته التي سيحملها على مدى كل السنوات التي عمل فيها جاسوسا في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. اسمه الجديد دونالد هيففيلد. لم تكن هوية بلا سند. في بطاقته أنه من مواليد العام 62-900. هي هوية لابن دبلوماسي كندي توفي تلك السنة 62-900 وهو في شهره السابع. وفق تلك الهوية التي منحها إياه جهاز المخابرات السوفيتية، فإن دونالد هيففيلد مواطن كندي. زوجته إلينا فافيلوفا من مواليد تومسك في 16 نوفمبر من العام 62-900، وقد عملت للكاجيبي على مدى ربع قرن بهوية زائفة. خلال تلك الفترة كلها كان اسمها تراسي فولي. انتقل الزوجان إلى كندا، حيث انتسب دونالد هيففيلد إلى جامعة يورك، حيث أحرز شهادة البكالوريوس في الاقتصاد الدولي.
وبين العامين 95 و97 900 و1000 تابع دراسته في المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بون اي شوسي في باريس، وحصل على الماستر في التجارة الدولية. كان دونالد هيفيلد يقبل على الدراسة بنهم شديد، وكانت المجالات التي يتابع فيها دراسته مما يفتح له أبواب كثير من المنتديات التي لا تلجها إلا النخب. الآن أصبحت الطريق سالكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. انتقل إلى هناك في العام 99 900 و1000، وفي خلال عام واحد في العام 2000 حصل على ماستر في الإدارة العمومية من هارفارد كينيدي سكول. الدراسات التي تابعها إن في فرنسا أو في كندا ثم في الولايات المتحدة الأمريكية جعلت هذا الجاسوس السوفيتي يحقق نجاحا باهرا في مجال الأعمال، حيث اكتسب خبرة كبيرة من خلال المؤسسات التي عبر منها. ما بين العامين 2000 وحتى العام 2006 كان شريكا في الجلوبال بارتنرز إنكوربوريشن، وهي من شركات الاستشارات المعروفة، ومن عملائها شركات ذائعة الصيت كألستوم وجنرال إلكتريك وتيموبيل وبوستون ساينتيفيك، وكلها شركات لها امتدادات على صعيد عالمي. كان موقعه ذاك يؤهله ليجمع الكثير من المعلومات حول سير هذه الشركات النافذة في الاقتصاد الأمريكي، ويجعل موسكو تتابع كل شيء عن كثب. الشهادات الجامعية التي حصل عليها، وخاصة مروره بجامعة هارفارد، تلك الشهادات كانت تمنحه هالة من الاحترام. كان خبيرا نشطا ومحاضرا مقنعا. في العام 2006 في مايو من تلك السنة تولى رئاسة الفيوتر ماب، وهي شركة تخصصها أنظمة التخطيط والتنبؤ الاستراتيجي، تعمل لحساب الحكومة والشركات، لها فروع في باريس وفي سنغافورة. كانت شركة مؤثرة، وقد ظل دونالد هيفيلد أو أندراي بيزروكوف وهو اسمه الحقيقي ظل على رأس تلك الشركة حتى العام 2010. ازداد للزوجين دونالد هيفيلد وتريسي فولي واسمها الحقيقي إلينا فافيلوفا، ازداد لهما ولدان في العامين 90 و94، وكان على تريسي أن تهتم بهما، ولذلك أمضت سنوات ربة بيت قبل أن تعود إلى ميدان العمل، واختارت الاشتغال وكيلة عقار، وهي مهنة تبقيها على اطلاع بما يجري في قطاع ذي أهمية قصوى في الحياة الاقتصادية للولايات المتحدة. كانت عائلة الزوجين الجاسوسين رغم أصولهما الكندية المزعومة تبدو ككل عائلة أمريكية. لم يتوقف تسلق دونالد هيفيلد الدرجات، وكان عضوا في الورد فيوتر سوسيتي، وهي التي كتبت عنها صحيفة بوستون هيرالد مرة بأنها مصنع أفكار للتقنيات الجديدة. وكانت هذه الشركة تجذب الكثير من الخبراء المتخصصين في الإدارة العامة، وهو ما مكن هيفيلد من اكتساب علاقات على مستويات رفيعة في الولايات المتحدة الأمريكية، كعلاقته بألبرت جوليون فورت الذي كان مستشارا في شؤون الأمن لدى نائب الرئيس الأمريكي ألغور، أو علاقته الوثيقة بأستاذ الإدارة في جامعة جورج واشنطن ويليام هالل. كانت علاقاته تلك التي تغلفها اهتماماته الأكاديمية مما أتاح لدونالد هيفيلد الاطلاع في مناسبات عديدة على مشاريع أمريكية مستقبلية. وكان ذلك أهم ما في مهمة هيفيلد التجسسية، وكان ذلك أكثر ما يهم القادة السوفيات ثم الروس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. لم ينهي ذاك الانهيار مهمة الجاسوسين دونالد هيفيلد وتريسي فولي. كان التجسس الذي يقوم به الجاسوسان من قبيل التجسس الناعم، لم يكن في حياتهما ما يلفت الأنظار ويثير الفضول. كان يحرصان على أن لا يعلم بمهمتهما أحد، حتى ولداهما لم يعلم بذلك،
بل إنهما لم يتحدثا قط بالروسية في حضورهما. استمر الأمر على ذلك الحال لأكثر من 20 عاما. هل كانت المخابرات الأمريكية، وهي الأقوى في العالم، غافلة عما يقوم به الجاسوسان؟ قد يكون إتقان الجاسوسين الاندماج في المجتمع الأمريكي مما أخر اكتشافهما. لم يكن في حياتهما ما يوحي بأنهما أرسلا من الاتحاد السوفيتي. كانت لغتهما الأمريكية ممزوجة بلكنة فرنسية كندية تحيل على أنهما كنديان. في يونيو من العام 10 و2000 جاء رجال الإف بي آي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى منزل عائلة هيثفيلد في بوسطن. كان تحرك الإف بي آي يتم ضمن إطار عملية لمحاربة التجسس أطلق عليها قصص الأشباح. تم اعتقال الزوجين دونالد هيثفيلد وتريسي فولي على مرأى ومسمع من ولديهما أليكس وتيم، وكان يبلغان من العمر تباعا 16 و20 عاما. حدث ذلك في 27 من يونيو 10 و2000. كان يظنان أن والديهما مواطنان كنديان عاديان، لم يكونا يعلمان بأنهما جاسوسان روسيان. يومها وقع في شباك الإف بي آي 10 جواسيس. قيل إن المخابرات الأمريكية ما كان لها أن تسقط القناع عن هيثفيلد وزوجته تريسي لولا معلومات توصلت بها من عميل سوفيتي انشق عن المخابرات الروسية وريثة الكاجيبي. لم يطل بقاء الجاسوسين رهن الاعتقال. أعلنوا هويتهما الحقيقية واعترفوا بأنهم كانوا يقومون بالتجسس في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم قبل موفى العام 10 و2000 تم في جنيف ترتيب عملية تبادل للجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. بعد عودتهما إلى موسكو استقبل من قبل الرئيس فلاديمير بوتين ومنح وسامين رفيعين جزاء للخدمات التي قدماها لروسيا. وتم تعيين دونالد هيثفيلد الذي استعاد اسمه الحقيقي أندراي بيزروكوف في مهمة مستشار لدى إحدى الهيئات الحكومية، بينما طغى على حياته الجديدة في روسيا مشاركاته الغزيرة في العديد من البرامج التلفزيونية. في الآن نفسه تحولت زوجته إلى كاتبة. كان ما يستقطب الاهتمام في كتاباتها تلك القصص المرتبطة بالسنين التي تجسست فيها لروسيا، وقبلها لبضعة أعوام للاتحاد السوفيتي البائد. نشرت تريسي فولي، وقد استرجعت اسمها الحقيقي إلينا فافيلوفا، كتابا حول تلك السنوات التي أمضتها جاسوسة في الولايات المتحدة الأمريكية، واختارت له عنوانا المرأة التي تعرف كيف تحفظ الأسرار، وضمنته الكثير مما عاشته على امتداد مسارها جاسوسة للاتحاد السوفيتي ثم لروسيا. في كتاباتها تلك عن قصد ربما رسم متكامل إلى حد ما لتجربة للمخابرات السوفيتية كانت جديدة حينها. هي تجربة تكوين جواسيس لهم القدرة وقابلية الاندماج في المجتمعات التي يستنبتون فيها. كان من مقومات هذه التجربة صنع هويات حقيقية ليحملها مواطنون زائفون وتكون لهم قناعا للقيام بالمهام التي أرسلوا إليها. لعل هذا الجديد هو الذي مكن الجاسوسين وخاصة أندراي بيزروكوف من دخول دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. لم تكن المهمة التي أوكلت إلى الجاسوسين تتركز على مجال محدد كما كان فيما مضى، ولكن المهمة التي وضعت على عاتقي بيزروكوف وزوجته إلينا فافيلوفا أن يتحول إلى مواطنين كنديين هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد فعل. ولداهما أليكس وتايم واجها قرارا بتجريدهما من جنسيتهما الكندية، وكسبا معركة قضائية ساخنة، ولا زالا إلى اليوم يعيشان في كندا مواطنين كنديين. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أبو الريش جاسوس بلا اسم. في خضم الحرب الأهلية اللبنانية وإشارات إلى نية إسرائيل أن تغزو لبنان، ظهر في بيروت متشرد تغطي وجهه لحية كثة، رجل أشعث يرتدي طبقات من الأسمال البالية القذرة وتصدر منه رائحة كريهة. كان لا يتكلم ونظراته فارغة من كل معنى. ظل في بيروت لسنوات وألفه البيروتيون وأحسنوا إليه. هي واحدة من أكثر قصص التجسس غرابة. كانت بيروت العاصمة اللبنانية مسرح هذه العملية التجسسية التي أسالت غير قليل من المداد وأثارت تساؤلات كثيرة دفعت ببعض إلى التشكيك في وجود ذلك الجاسوس الذي أطلق عليه أبو الريش أشعث يتحرك في هذا الشارع وفي محيطه، لا يكلم أحدا ويقبل ما يقدمه إليه المحسنون من طعام، بل إنه شوهد مرات وهو ينقب في صناديق القمامة يبحث عما يمكن أكله. يبدو وكأنه لم يغتسل منذ زمن سحيق، وكانت رائحته القذرة دليلا على ذلك، وجعلت الناس عموم الناس يتحاشون الاقتراب منه كثيرا. نظراته الخالية من كل تعبير كانت توحي إليهم بأنه مجنون أو فاقد الذاكرة، ولأنه لا يكلم أحدا ترك لشأنه. ابتساماته القليلة لم تكن تخلو من بلاها، الناس يحسنون إليه من باب الرحمة والشفقة. مع مرور الوقت اتخذ له سكنا كوخا في شارع السادات، وصارت له علاقات بالتجار وكثير من سائقي سيارات الأجرة، علاقات غاب عنها الكلام، ولأنهم لا يعرفون له اسما اتخذوا له لقبا من هيئته في القبعة الوسخة التي يعتمرها ريشة، وكذلك سموه أبو الريش. صار الناس يفتقدون حضوره إن غاب، وكان يغيب أحيانا لفترات، وكان الظن السائد أنه ينتقل من مكان إلى مكان تبعا لما يمليه عليه مزاجه قبل أن يعود إلى ذلك الكوخ. خلال سنوات الحرب الأهلية التي لم تغب عنها ظلال الصراع بين الشرق والغرب، صار لبنان مفتوحا لكل أجهزة المخابرات العالمية. أدى الصراع المسلح المدمر والدامي إلى شطر بيروت التي صارت تتقاسم شوارعها التنظيمات المسلحة من يسارية تحظى بتأييد الاتحاد السوفيتي وأخرى قومية ترعاها سوريا والعراق وليبيا. وكانت هذه التنظيمات تسيطر على الجزء الغربي من بيروت، فيما كان الجزء الشرقي تحت سيطرة ميليشيات الكتائب والقوات اللبنانية والتنظيمات التي تحظى بدعم من الغرب، من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة.
كان هناك تنسيق إسرائيلي مع هذه المجموعات المسيحية أو بعضها. الرصاصات الأولى في هذه الحرب اللبنانية تبودلت في العام 75-900 بين المسيحيين المارونيين والمقاتلين الفلسطينيين. ولم يكن سراً أن إسرائيل تسعى إلى القضاء على كل وجود فلسطيني في بلد الأرز. لم يكن يخفى على الأطراف المتقاتلة أن بيروت صارت تعج بالجواسيس من كل الألسن والألوان، ولكن لا يبدو أن أحداً ما أقام علاقة بين هذا الحضور المكثف لرجال المخابرات القادمين من كل الأصقاع وذاك الظهور المفاجئ لذلك المشرد الذي أطلقوا عليه أبو الريش. حتى العيون الأكثر يقظة ما كانت لتصدق أن هذا المتشرد الأخرس جاسوس إسرائيلي خطير. ربما كان هناك من تساءل عن الذي يستطيع تحمل كل تلك القذارة مثل تلك التي عليها هذا الرجل من أجل غايات لن تحول النظافة ولو في حدودها الأدنى دون تحقيقها. لعلهم استبعدوا من فرضياتهم أن يكون ذاك المتسكع جاسوسا. كانت أوصال بيروت مقطعة، ولم يكن التنقل بين شرقها وغربها من الأمور الميسرة، وكان اجتياز نقاط التفتيش وحواجز الميليشيات المسلحة مما يلامس المستحيل. ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لأبو الريش الذي كان يتنقل كيفما شاء بين أحياء بيروت، بل إنه كان يرى وهو يجلس بالقرب من المسلحين يستمع لأحاديثهم في صمت، وكذلك كان يفعل حين يرى جماعة من المثقفين أو التجار أو الحرفيين. لم يكن ينتبه إليه أحد إلا لإعطائه بعض الطعام أو الماء. كانوا يتحدثون فيما بينهم بلا تحفظ، وكانوا يخوضون في كل مواضيع القتال والمقاتلين وفي القضايا السياسية، ويسري الحديث عن أماكن وأسماء لقياديين في هذا التنظيم أو ذاك. كان أبو الريش يستمع ويظهر لا مبالاة بما يقال على مسمع منه. لقد أحرز ثقة الناس في كل الأمكنة التي جال بها وتلك الأرصفة التي نام عليها. كانوا يرونه لطيفا لا يؤذي أحدا، بل إن من البيروتيين الذين كانوا شهودا على قصة أبو الريش من يتحدث عن انضباطه وعن أنه لم يكن مؤذيا وأنه يبدي حبا للأطفال. تلك لقطات من ذاكرة بعض سكان بيروت. ثم إنه بعد أن صار واحدا من البيروتيين، كذلك كان يحسبه كثيرون، لم يعد أبو الريش يقتصر على الجلوس حيث يلتقي التجار، ولم يعد يكتفي بالجلوس بالقرب من المسلحين في المعابر بين بيروت الشرقية والغربية، بل إنه تمكن مع الوقت من أن يقترب من القيادات العسكرية والسياسية على حد سواء. يأكل ما يعطاه ويرهف السمع وهو يظهر أنه لا يبالي. مما ورد في ذلك ما قاله ذات يوم العقيد زياد أمين ربيعة وهو مرافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات آنذاك، من أن أبو الريش كان يتجول بين القنابل وأنهم كانوا يشفقون عليه ويدخلونه مكاتبهم لإطعامه. يدخل مكاتب القيادة الفلسطينية وينزوي بركن يستمع إلى ما يدور من حديث. وفيما كان يدور هناك كثير من المعلومات، معلومات كان أبو الريش يلتقطها في صمت. كانت الأجواء الإقليمية مكهربة، وعلى حدود لبنان الجنوبية تتوالى العمليات التي تنفذها التنظيمات الفلسطينية والغارات الجوية الإسرائيلية التي ترد عليها. لم يكن ليغيب عن كل متتبع للأوضاع التي كانت سائدة أن إسرائيل تعد للتوغل عميقا في لبنان، وأنها ربما كانت تحتاج إلى ذريعة ومبرر لتنفيذ مخطط للغزو أعد سلفا. بعيدا عن بيروت في 3 يونيو من العام 82-900 تعرض السفير الإسرائيلي شلومو أرجوف لمحاولة اغتيال،
نفذ العملية 3 مسلحين من جماعة أبي نضال المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية. أصيب السفير الإسرائيلي بجروح بليغة وبقي في غيبوبة 3 أشهر. ثلاثة أيام بعد ذلك اجتازت الدبابات الإسرائيلية حدود الأراضي اللبنانية مستهدفة منظمة التحرير الفلسطينية وقواتها. أطلق على هذه العملية عملية السلام للجليل وعملية الصنوبر، وفي سجلات التاريخ هو الغزو الإسرائيلي للبنان. خلال تلك الفترة في بيروت غاب أبو الريش عن الأنظار لأيام، لا أحد يعلم إلى أين ذهب، حتى الذين سعوا إلى معرفة مآله عادوا خائبين. كانت القوات الإسرائيلية توالي غزوها متوغلة في العمق اللبناني. كان واضحا منذ بداية الغزو أن أريال شارون، وكان وقتها وزيرا للدفاع في إسرائيل، إنما يريد إلى بيروت لتطويق القيادة الفلسطينية وإجبارها على الاستسلام. بيروت تمطر بالقذائف والدبابات الإسرائيلية تقصفها بلا توقف. وكما اختفى فجأة ظهر أبو الريش فجأة من جديد. كان سكان بيروت في مواجهة ظروف قاسية، انشغل كل واحد بأوضاع أسرته ونسي أمر هذا المتشرد المتسخ. الغارات الجوية تستهدف كل الأمكنة، الحرائق، الدمار، الناس داخل بيوتهم ما ظل منها صامدا، ولكن أبو الريش ظل يتجول في الشوارع حافي القدمين لا يبدي خوفا من القنابل. لم تتغير هيئته منذ ظهر في بيروت أول مرة، يرتدي 3 معاطف رثة الواحد على الآخر. ظلت رائحته النتنة، الرائحة ذاتها التي تمنع من الاقتراب منه كثيرا. في ذكريات باح بها تجار من الذين كان أبو الريش يأكل من أيديهم ويشرب قهوتهم ويجلس حيث يجلسون، أنهم ذات يوم من أيام الاجتياح الإسرائيلي كانوا يشاهدون المتسكع يجلس على حافة الطريق في منطقة الحمراء. لم يكن يكترث لحركة الآليات العسكرية الإسرائيلية غير بعيد منها، ثم إنهم رأوا دورية إسرائيلية تقترب منه وتتوقف. نهض من مكانه وظل واقفا. توقفت الآلية العسكرية وظل لهاثها يسمع من بعيد. نزل منها 3 عسكريين أو 4، أحدهم كان برتبة عقيد. ظن الذين كانوا يتابعون المشهد أن الجنود الإسرائيليين سيطلقون على أبو الريش النار فيقتلوه أو سيقبضون عليها، ولكن الذي حدث في تلك اللحظة لم يكن ليخطر ببال أحد. اقترب فتية فلسطينيون يفهمون العبرية من تلك الدورية، وصار بإمكانهم أن يسمعوا ما سيدور من حديث. تقدم العسكري الإسرائيلي الذي برتبة عقيد، ولما صار على بعد 2 من المتشرد أدى له التحية العسكرية ومعه العسكريون الذين يرافقونه. أصاب الذهول كل من كانوا يتابعون الذي يجري، ولعل منهم من ظن أن العسكريين الإسرائيليين إنما يلهون ويمزحون، ولكن ظنهم ذاك ما لبث أن تلاشى لما رأوا أبو الريش يرد التحية بتحية عسكرية لا علة فيها. قال الفتية الفلسطينيون إنهم سمعوا العقيد الإسرائيلي يقول: باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أحييكم سيد العقيد، وأشكركم على تفانيكم في خدمة إسرائيل، فلولاكم ما دخلنا بيروت. وسمعوا الأخرس يرد قائلا: لقد تأخرتم قليلا. تقدم أبو الريش إلى المدرعة
كان أحد الجنود قد سبقه وفتح الباب. ركب وانطلقت المدرعة تتبعها 3 سيارات عسكرية. في تلك اللحظات فقط أدرك البيروتيون الذين تضاعفت معاناتهم من الحرب الأهلية بالغزو الإسرائيلي أن المتشرد الذي كانوا يحسنون إليه ويعطونه من قوتهم وصدقاتهم إنما هو جاسوس خطير. قالت خلاصات قراءات متأنية لحالة الجاسوس المتشرد إن المهمة التي أوكلتها إليه المخابرات الإسرائيلية أن يحدد الأماكن التي تكون هدفا للغارات الجوية وتلك التي يتواجد بها القياديون الفلسطينيون ومن هم في صفهم لاعتقالهم أو تصفيتهم، لم يكن في مهمته أن ينفذ عمليات اغتيال. ومررت أمسي على الديار أنفض الحزن المعشش في الجدار وأقبل الأرض التي وطئ صغار وأقبل الأرض التي وطئ صغار ومررت أمسي على الديار. بعد سقوط بيروت بين مذبحتي صبرا وشتيلا في 16 سبتمبر 1982، حيث قتل الجيش الإسرائيلي والمسيحيون ممن تحالفوا معه 1000 اللاجئين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، بعد تلك المذابح الرهيبة شوهد أبو الريش أكثر من مرة عند أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية. لم تعد في وجهه تلك اللحية الكثة الوسخة، ولم يعد يرتدي تلك الأسمال، ويفترض أنه تخلص من رائحته النتنة. كان بزي ضابط في الجيش الإسرائيلي يدقق في الهويات، وكان يأمر بالقبض على مقاومين فلسطينيين يعرفهم، وقياديين من تنظيمات يسارية وقومية كانوا ممن أطعموه وسقوه. تبين للجميع أن ذاك المتسكع المملوء قذارة لم يكن بالمجنون ولا بالأخرس كما أوهمهم على مدى سنوات لا تقل عن 6. ثم إنه اختفى بعد أن أتم المهام التي من أجلها جاء إلى بيروت، لتبقى قصته واحدة من أشد قصص التجسس غرابة. انتهت القصة ولم يعرف أحدنا الاسم الحقيقي لهذا الجاسوس، كان جاسوسا بلا اسم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرجل الذي خدع أمريكا. كان فان تشوان أن صحفيا فيتناميا تلقى تدريبا وتكوينا في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى فيتنام مراسلا لوسائل إعلام أمريكية. على مدى سنوات طويلة لم يتفطن أحد إلى أن ذلك الرجل الذي يبدو وديعا إنما هو جاسوس خطير. في مايو من العام 54 انهزمت القوات الفرنسية في معركة ديان بيان فو مع قوات الفيتمين القوات الفيتنامية بقيادة الجنرال الشهير فون غويان جياب. كانت المعركة الفاصلة في حرب الهند الصينية والحضور العسكري الفرنسي في المنطقة. تلت تلك الهزيمة اتفاقيات جنيف التي وقعت في يوليوز من العام 54. في تلك الاتفاقيات اعترفت فرنسا باستقلال أقطار الهند الصينية، وقبلت بتقسيم فيتنام إلى بلدين، فيتنام شمالي شيوعي يقوده هوشيمين، وفيتنام جنوبي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك يكاد يجمع المهتمون بتاريخ المنطقة على أن حرب فيتنام كانت امتدادا لحرب الهند الصينية، بل إن الفيتناميين يسمونها حرب الهند الصينية الثانية وحرب 10,000 يوم.
عاما بعد اتفاقيات جنيف في العام 55 900 و1000، على نفس الأرض الفيتنامية اندلعت الحرب التي ستستمر حتى العام 75 900 و1000 بين جمهورية فيتنام الديمقراطية فيتنام الشمالية وجمهورية فيتنام أو فيتنام الجنوبية. كان الشماليون يحظون بدعم مادي من المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والصين، وكان الجنوبيون مدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها في المنطقة. في هذه الحرب التي لم تكن موضوع إعلان رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، ظل تحديد تاريخ بدايتها موضوع نقاش حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي، حتى العام 98 900 و1000، حين تم اعتبار المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في فيتنام بعد فاتح نوفمبر 55 من قتلى حرب فيتنام. كان السائد أنها حرب من حروب إدارة الرئيس جون فيتجيرالد كينيدي، الذي بداية من العام 61 900 و1000 أرسل إلى فيتنام الجنوبي 15,000 من المستشارين العسكريين. حرب فيتنام تحيل في الذاكرة الأمريكية على ندوب وجروح عميقة استعصى اندمالها. كما في كل الحروب والصراعات التي شهدها ويشهدها العالم، تجري في الكواليس أمور كثيرة وتنشط قوى الظلال. وكما حرب الهند الصينية، حظيت حرب فيتنام بتغطية إعلامية مكثفة، وظهر متخصصون في هذه الحرب يزعمون معرفة خبايا فيتنام وأسرارها والإحاطة بما وراء كل التحولات التي عرفتها تلك الحرب. وكان الإعلام لدى الأمريكيين كما لدى الفيتناميين الشماليين وحلفائهم واجهة من واجهات هذه الحرب. في العام 65 900 و1000، بعد تعرض مدمرتين أمريكيتين لنيران قوات فيتنام الشمالي في خليج تونكين، بدأ التدخل العسكري الأمريكي المباشر في حرب فيتنام. في تلك السنة تعاقدت مجلة تايم ماجازين مع صحفي فيتنامي يدعى فام تشوان أن، كان معروفا لدى الأمريكيين، إذ تلقى تكوينا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 56 900 و1000، وتدريبا في صحيفة ساكرامينتو بي في كاليفورنيا. عاما بعد ذلك عاد إلى سايغون وعمل مراسلا لوكالة أشيوسيتد بريس ثم لوكالة رويترز. ظل فام تشوان آن حتى العام 75 900 و1000 الفيتنامي الوحيد الذي يعمل لوقت كامل لوسيلة إعلام أمريكية، وكان شاهدا على سقوط سايغون، ولعله في غفلة من الأمريكيين أنفسهم ساهم في سقوطها. ولد تشوان آن في 12 من سبتمبر من العام 27 900 و1000 في بلدة بينهولا في الجزء الجنوبي من فيتنام. في العام 44 يافعا في 16 وجد فام تشوان آن نفسه يشارك في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي والاحتلال الياباني. كان وقتها يكلف من قبل الفيتمين جيش المقاومة الفيتنامية بنقل المراسلات، وكذلك بدأ مشواره مع العمل السري. الذين عرفوا فام تشوان آن عن قرب يذكرون رجلا بشوشا وهادئا وخدوما. كان أيضا صاحب نكتة يعيش في انسجام تام مع من هم في محيطه من الفيتناميين والأمريكيين ومن سواهم، وكذلك كسب ثقة الجميع، وكانت تفتح له كل الأبواب بما فيها أبواب السفارة الأمريكية في سايغون، وكان مرجعا في الشؤون الفيتنامية، بل إن رجال المخابرات الأمريكية CIA كثيرا ما جاءوا يستشيرونه في بعض الأمور، ولم يكن يبخل عليهم بالمشورة والنصح. كان من خلال العلاقات التي أقامها مع العسكريين الأمريكيين من المستويات الرفيعة ومع من يتقلدون المسؤولية في القطاعات الحيوية الأخرى، كان يتمكن من الحصول على المعلومات التي تمكنه من الاطلاع على مجريات الأمور عسكريا وسياسيا. لم تحم حوله شكوك قط،
كان الأمريكيون يعتبرونه صديقا وفيا، بل إنهم يرونه في تفكيره أمريكيا مثلهم. لعل الهدوء الذي كان يطبع شخصيته مما أبعد عنه كثيرا من الشبهات. حكى فام تشوان أن ذات مرة عن عودته من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فيتنام في العام 1957-1900. قال إنه فور عودته تلك اتصل به رفاق سابقون في الفيتمين وطلبوا منه أن يعمل على تزويدهم بكل المعلومات التي تتعلق بنشاط الأمريكيين في فيتنام. كان واضحا لديه أن المطلوب التجسس على الأمريكيين. قال إنه قبل القيام بذلك بدافع الروح الوطنية، إذ لم يكن يرى شرعية تذكر للوجود الأمريكي في فيتنام، وصار عميلا مزدوجا. كانت لحياته واجهة سرية استطاع الحفاظ عليها حتى سقطت سايغون. تقول كتابات صحفية إن فام تشوان أن استطاع النجاة لأنه حصن نفسه بكثير من الاحتياطات، من ذلك أنه كان هو من يختار السعاة الذين ينقلون رسائله ويأتون برسائل المسؤولين الشماليين، بل إنه لم يكن يتردد في رفض ترشيح من يرى اختيارهم غير آمن. كان يتحكم في كل تفاصيل حياته الخفية تلك، وكان محقا. شبكة السعاة والجواسيس التي كان يتحكم فيها كانت تضم 45 عنصرا، 27 منهم قتلوا أو اعتقلوا. كان فام تشوان أن يراقب الذي يحدث من حوله دون أن يفقد ذرة من هدوئه. بعد سنوات أفضى لمن حاوروه بسلوك كان يتبعه ويتقيد به أثناء فك شفرات ما يتوصل به من رسائل. قال مرة إنه كان يختبئ في دورة المياه ويغلق الباب بإحكام، حتى إذا ما حدثت مفاجأة فستكون لديه فسحة من الوقت يتخلص فيها من كل ما قد يسقط عنه القناع. لم يتخلى فام تشوان أن يوما عن كلابه، كان يختارها من فصيلة كلاب الرعاة الألمانية ويدربها على أن تصدر أنينا خافتا إن استشعرت حركة غير عادية كانت هادئة مثله. حين كان عليه أن يلتقي أحد العملاء المكلفين بالتواصل معه، وهو ما كان يتفاداه قدر ما يستطيع، فإنه كان حريصا على أن يتثبت هو نفسه من أن أيا منهما محط تقف أو مراقبة. كانت زوجته تتبعه عن بعد كلما ذهب لمثل تلك اللقاءات، مهمتها أن تبلغ المقاومة الفيتنامية إذا ما قبض عليها. وحدها زوجته وأمه كانتا على علم بنشاطه التجسسي، ولم يكن أي شخص آخر من محيطه العائلي يعلم بذلك. لم يكن فام تشوان أن يحمل معه سلاحا ناريا بالرغم من امتلاكه مسدسا. كان يخشى أن يسيء استعماله، إذ لم يتلق في حياته أي تدريب عسكري حقيقي. لم يكشف الأمريكيون ولا حلفاؤهم من الفيتناميين الجنوبيين يوما هذا الوجه الآخر لفام تشوان أن، ذلك الذي تخفيه ملامحه الهادئة حتى أثناء المواقف الأكثر إثارة واستفزازا. كان دائما الابتسامة وهو ينصت إلى من يحاوره مستعدا للردود المقنعة الوافية. ومع انشغالاته الكثيرة لم يكن يتردد في الذهاب إلى المقهى، حيث كان يلتقي زملاءه الصحفيين ومعارفه من المثقفين والسياسيين والعسكريين أيضا. قد يكون حرصه على احترام بعض التقاليد من باب الحرص على الظهور بمظهر من يعيش حياة عادية، وكانت تلك المجالس التي يتردد عليها مناسبة يبرز فيها قدراته على تحليل الحوادث التي تتعاقب على المشهد الفيتنامي. كانت تلك التحاليل تحظى بإعجاب لا يخفيه زملاؤه ولا الدبلوماسيون أو العسكريون الذين يجالسهم. يحكى أن الجنرال فون غويان جياب الذي هزم القوات الفرنسية في معركة ديان بيانفو كان كثيرا ما يردد وهو يقرأ التقارير التي كان يبعث بها فام تشوان أن
نحن الآن داخل قاعة العمليات العسكرية الأمريكية. كان في جملة تلك التقارير البرنامج السري للحرب الأمريكية الخاصة في نسخته التي تعود إلى العام 61 والنسخ الخمس التي تلت حتى العام 63 900,000 بكل التعديلات التي أدخلت على ذلك البرنامج. كل ذلك كان يكشف جوانب هامة من الخطط العسكرية الأمريكية في فيتنام ويمكن قيادة المقاومة الفيتنامية من تنفيذ عمليات استباقية. كانت الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية ذات آثار مدمرة ليس فقط في فيتنام الشمالي ولكن أيضا على اللاوس. في سياق تلك الاستراتيجية كانت عملية الرولينج تاندر من بين الأعنف، وقد استهدفت فيتنام الشمالي مباشرة ولكنها لم تحل دون استمرار تدفق الإمدادات المواجهة إلى المقاتلين الشيوعيين في الجزء الجنوبي من فيتنام. في العام 73 900,000 كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أتمت 8 سنوات من العمليات العسكرية المكثفة في فيتنام. ثقيلة كانت الخسائر المادية والبشرية، ولم يكن من خيار سوى إنهاء الحرب ثم التوقيع على اتفاقية باريس. ولكن المعارك بين قوات فيتنام الشمالي والقوات الجنوبية استمرت حتى العام 75 900,000 ولم تنتهي إلا بسقوط العاصمة سايغون التي سيغير اسمها لتحمل اسم الزعيم الفيتنامي هوشيمين. قبل أن تسقط سايغون كان فام تشوان أن قد حرص على إخراج عائلته من المدينة، وبعد أن خسر الجنوبيون الحرب انتقل إلى هانوي حيث منح رتبة عقيد في الجيش، ولكنه سرعان ما انتبه إلى أن القادة الشماليين يبدون نوعا من القلق حيال العلاقات التي كانت تربطه بالأمريكيين. وكانت صدمته الأكبر أن الشيوعيين المنتصرين قرروا إرساله إلى معسكر لإعادة التأهيل، ثم إنه وضع في ما يشبه الإقامة الجبرية ومنع من كل اتصال بالخارج. كان ما يتقاضاه في أواخر حياته منحة تقاعده برتبة جنرال ولم تكن تتعدى $30. بعد اكتشاف حقيقته كان الأمريكيون من رجال المخابرات خاصة يدفعون ثمن سوء تقديرهم والسماح لهذا الجاسوس باختراقهم. في العام 2006 توفي فام تشوان أن وهو في 79 بعد إصابته بالتهاب رئوي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الغصن الذي خان الشجرة. كان ألدريش أيمس الأمريكي ضابطا في المخابرات المركزية الأمريكية CIA. التحق بها لأنه عاشق المهنة التي كانت مهنة لأبيه ولأمه أيضا. أمضى سنوات وفيا لأمريكا، ثم فجأة حدثت تحولات كبرى في حياته وانقلب عميلا مزدوجا، تسببت المعلومات التي نقلها للسوفيات في خسائر جسيمة للمخابرات الأمريكية. أن يحلم طفل بأن يكون مثل أبيه ليس في ذلك ما يثير ذرة من استغراب، ولو كان الأب من رجال CIA المخابرات المركزية الأمريكية. كذلك كان حلم ألدريش هازن أيمس أن يعمل مثل أبيه في جهاز المخابرات الأمريكية. ولد ألدريش الذي اشتهر بين معارفه بلقب رايك، ولد في ويسكونسن في 26 من مايو من العام 41 900,000، وكان والده كما ذكرناه عميلا للCIA. وقد يكون إعجابه المبكر بوالده الذي كان يعمل في رانغون عاصمة بيرمانيا مما جعله يرسم لنفسه في خياله ملامح ضابط المخابرات المركزية الذي صار في العام 62 900,000 وكان في 21. ككل الذين يلتحقون بالمخابرات المركزية الأمريكية
كان على ألدريش أن يبدأ من المزرعة، ذاك المركب الذي يستقبل المنخرطين الجدد لتدريبهم على كل ما يتصل بالعمل الاستخباراتي وكل أصناف العمليات التي سيطلب منهم القيام بها. حين يحكي عن بدايات مساره ضمن أجهزة المخابرات الأمريكية، فإنه يقول إنه هناك في المزرعة أبلغ بأنه صار في مصلحة للنخبة ذات أهمية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أبلغوه أيضا بأنه في تلك الأجهزة يسمح بالكذب والغش والخداع، كل شيء مباح من أجل حماية المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية. منذ التحاقه بالمخابرات المركزية الأمريكية، تميز مسار ألدريش هيزن آيمس بسرعة تسلقه سلم الرتب والدرجات، في لانجلي أولا حيث المقر المركزي للCIA، حيث كان ضابطا مكلفا بتجنيد عملاء للمخابرات، ثم إنه عين في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وكان تعيينه الأول في تركيا، حيث ظل في الفترة بين العامين 69 و72 900 وألف. خلال تلك الفترة تزوج من نانسي سيجيربات، وهي أيضا عميلة للمخابرات المركزية الأمريكية، وكذلك تبين أن CIA قدر هذا الرجل. هناك روايات تقول إن والدته أيضا كانت عميلة للمخابرات المركزية الأمريكية. في أنقرة كان من بين نجاحات ألدريش هيزن آيمس أنه تمكن من تجنيد طالبة مقربة من دينيس جيزميتش الذي أعدم شنقا في العام 72، وكان من أبرز زعامات أقصى اليسار في تركيا. وعن طريق تلك الطالبة حصل ألدريش آيمس على أسماء أعضاء في حزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب، وهو تنظيم ماركسي لينيني. في طليعة المهام التي كان ألدريش آيمس مكلفا بإنجازها في تركيا، أن يلاحق ويكشف عملاء المخابرات السوفيتية، وكان اختراقه لصفوف اليساريين المتطرفين مما مكنه من تحقيق نتائج هامة. ولكن رؤساءه في الإدارة المركزية حين تقييمهم لما قام به في أنقرة صنفوا العمل في خانة المقبول، وقد حد ذلك التقييم من الحماس الذي كان آيمس يبديه في أداء المهام التي يكلف بها، بل إنه في تلك الفترة فكر في الاستقالة من وظيفته. في العام 72 عاد إلى الإدارة المركزية، حيث تم تعيينه في قسم الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية في إدارة عمليات المخابرات المركزية. ومن موقعه الجديد ذاك كان في صلب مهامه أن يهتم بشكل مباشر أو غير مباشر بعدد من عملاء المخابرات السوفيتية، وكان من بين هؤلاء ألكسندر أوغرودنيك، وهو موظف لوزارة الشؤون الخارجية السوفيتية تم تجنيده في بوغوتا عاصمة كولومبيا. هذا العميل أوقفه رجال الكاجيبي في موسكو في صيف العام 77، فانتحر بابتلاع كبسولة سم. من بين أولئك العملاء السوفيات الذين تم استقطابهم وتجنيدهم الدبلوماسي أركادي تشيفتشينكو، وكان الرجل الثاني في بعثة الاتحاد السوفيتي لدى منظمة الأمم المتحدة، وانشق عن موسكو في العام 78 900 وألف، وطلب اللجوء في واشنطن. اعتبر العمل الذي قام به آيمس عملا جيدا، وكذلك استفاد من ترقية جديدة في وظيفته، وتم نقله إلى مكتب CIA في نيويورك. النقل من مكان إلى آخر من سمات العمل في المخابرات المركزية الأمريكية، وهكذا تم تعيين ألدريش آيمس في مكسيكو، حيث أمضى الفترة بين العامين 81 و83 900 وألف. كان يصنف من المتخصصين في محاربة التجسس السوفيتي، ولذلك بعد عودته من مكسيكو عين رئيسا لمصلحة محاربة التجسس في قسم الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية. ثم بين العامين 86 و89 نجده ضابطا للمخابرات المركزية الأمريكية في روما العاصمة الإيطالية.
كان يراكم الترقيات الواحدة تلو الأخرى ويحظى برضا رؤسائه. وكذلك بعد عودته من روما على مدى سنة بداية من آخر العام 89، تولى رئاسة مصلحة تشيكوسلوفاكيا في قسم مكافحة التجسس. بعد ذلك اختير ليكون عضواً في مجموعة مركز مكافحة التجسس التي أوكل إليها تحليل المعطيات الخاصة بالاتحاد السوفيتي. ثم أواخر العام 91 عين رئيساً للجنة العمل حول المخابرات السوفيتية الكاجيبي. في العام 91 أكمل هذا الجاسوس عامه 30 في المخابرات المركزية الأمريكية، وقد أبان عن حنكة وقدرات لا تخفى، وكان وقتها في مركز مكافحة المخدرات التابع للCIA. ولكن رؤساءه أغفلوا فيما يبدو تطورات هامة شهدتها حياة الضابط ألدريش أيمس حينما كان يعمل في مكسيكو بين العامين 81 و83 900 و1000. خلال تلك الفترة طلق أيمس زوجته نانسي سيغباث، ثم إنه تعرف على سيدة كولومبية تدعى روساريو كاساس، وكانت مخبرة مأجورة للمخابرات المركزية الأمريكية. في تلك الفترة انغمس في القمار وصار يفرط في شرب الخمر، وفي ركب تلك التحولات التي طرأت على حياته تراكمت عليه الديون وأثقلت كاهله، وصار يبحث عن وسيلة تمكنه من التخلص من أعبائها. ومما يثير بعض الاستغراب أن أي تحقيق لم يجر بشأن التحولات التي عرفتها حياة هذا الذي يعد من بين أنجح عملاء المخابرات الأمريكية. البحث عن المال بوسائل غير قانونية كثيرا ما قاد إلى الخيانة. في العام 85 900 و1000 في واشنطن سعى ألدريش أيمس إلى ربط الاتصال مع رجال الكاجيبي، أولئك الذين طالما أوكلت إليه محاربتهم. كانوا يتسترون خلف صفة دبلوماسيين في السفارة السوفيتية أو ممثلين لموسكو في منظمات دولية. كان ما يهم أيمس أن يحصل على ما يكفيه من المال لتجاوز أزمته الخانقة، وكان ما يهم السوفيات أن يتيقنوا من أنه سيكون لهم مصدر معلومات ذا أهمية ويمكن الاعتماد عليه. في البدء قدم لهم معلومات لم تكن في تقديره ذات أهمية، ولكن خبراء الكاجيبي أيقنوا بعد تحليلها أنهم بصدد التعامل مع رجل بإمكانهم أن يتخذوه رجلهم داخل المخابرات المركزية الأمريكية. ثم إنه ارتقى بتعامله مع المخابرات السوفيتية درجة جديدة حين أمدها بثلاثة أسماء لثلاثة من رجال الكاجيبي جندتهم المخابرات الأمريكية واتخذت منهم رجالها في دهاليز قلعة المخابرات السوفيتية. لقاء تلك الأسماء دفع السوفيات $50,000 لألدريش أيمس الذي منذ العام 85 900 و1000 صار عميلا مزدوجا. كانت صفقة الأسماء الثلاثة بداية أقنعت السوفيات بأن رجلهم الجديد قادر على تزويدهم بمعلومات غزيرة حول خطط CIA وعملياتها. صاروا يدفعون له بسخاء حتى إن ما تلقاه من أموال نقدا أو من الألماس بلغت قيمته $4,600,000,000 فضلا عن قطعة أرض على ضفة أحد الأنهار لبناء ما يسميه السوفيات داتشا، وهو سكن ثانوي للاستجمام. ولأن ما كان يقدمه الجاسوس الأمريكي تطبعه الكثرة والتنوع أيضا، فإن الكاجيبي اضطر إلى أن يجعل له رجل اتصال خاص عرف باسم سيرغاي تشوفاخين، مهمته أن ينقل إلى موسكو بسبل شتى ما كان يتسلمه من أيمس وما كان يتسلمه أكياس من الوثائق والملفات والأقراص المرنة التي تتضمن معلومات ثمينة. وقد واصل العميل المزدوج مد السوفيات بكل المعلومات التي تهمهم حتى بعد نقله إلى خارج واشنطن. مثير لتساؤلات عديدة أن المخابرات الأمريكية لم تتمكن من التقاط مؤشرات تبدل في حياة ألدريش أيمس
الذي خف ثقل ديونه، وأنها لم تتنبه إلى أن عميلها صار عميلا مزدوجا، وهو ما ستكتشفه بعد سنوات. فمينة كانت المعلومات التي قدمها للسوفيات، معلومات تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بشبكات التجسس التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نسجتها في الاتحاد السوفيتي وبعض بلدان أوروبا الشرقية. كشف آيمس للسوفيات عن عدد من عمليات CIA كانت تستهدف الاتحاد السوفيتي، اثنتان منها ذات طابع تقني وأخرى كانت تستهدف 25 شخصا. طويلة هي قائمة الخسائر التي نتجت عن تلك المعلومات. كثيرون هم العملاء السوفيات الذين كانوا يعملون لحساب المخابرات الأمريكية، وتم اكتشافهم وإعدام عدد منهم، بينما اختار آخرون طريق الانشقاق والاحتباء بالغرب. ومن الأمثلة على ذلك أن رئيس مكتب الكاجيبي في أثينا العاصمة اليونانية، وهو العقيد سيرجاي إيفانوفيتش بوخان، تلقى في آخر مايو من العام 85 أمرا بالعودة إلى موسكو. رأى الأمر مريبا وفضل الاختفاء عن الأنظار، ويبدو أنه كان عميلا للأمريكيين وخشي أن يكون مصيره حبل مشنقة. في الفترة ذاتها في ربيع العام 85 فجأة أصيبت بالصمم محطة للتنصت كان الأمريكيون قد أقاموها في ضاحية موسكو للتجسس على الخطوط الهاتفية لمركز متخصص في أشعة الليزر. شاب البطء التحقيقات التي أجرتها المخابرات المركزية الأمريكية حول الخسارة الكبرى لعملائها داخل الأجهزة الاستخباراتية السوفيتية. كانت الشكوك قائمة حول تسريبات خطيرة حدثت. وفي سياق تلك التحقيقات خضع ألدريش آيمس مرتين لكاشف الكذب دون أن تكتشف خيانته، بالرغم من أن مؤشرات عدة من حياته اليومية تدفع إلى الشك في صفاء طويته. كان أجره السنوي الرسمي 60,000 دولار، ولكن ما ينفقه وما لديه من ممتلكات يتجاوز بكثير ما يتيحه أجره. كان يدفع سنويا فاتورة هاتف مرتفعة بقيمة 6,000 دولار بسبب المكالمات الهاتفية المطولة التي كانت تجريها زوجته مع عائلتها التي تسكن في بوغوتا. ثم إنه يملك منزلا في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا قيمته 540,000 دولار. وقد لفت الانتباه أنه دفع ثمن هذا المنزل نقدا. في ممتلكاته أيضا سيارة جاغوار بقيمة 60,000 دولار. كان ألدريش آيمس يملك جوابا جاهزا على تساؤلات من يعجبون من ثروته، وكان يقول إن كل ما يملكه مصدره ثروة ورثتها زوجته في كولومبيا. ويبدو أن ألدريش آيمس ظل يعمل للمخابرات الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أواخر العام 91 900 وألف. ويرجح أن CIA ما كانت لتكتشف خيانة آيمس لولا معلومات تلقتها في العام 93 من عميل لها من داخل مصلحة المخابرات الخارجية لفيدرالية روسيا. كان هذا العميل يعمل لدى المخابرات الأمريكية تحت اسم أفنجر. في تلك المعلومات التي نبهت إلى وجود جاسوس يعمل للروس من داخل CIA إشارات كافية لتحويل التحريات وتركيزها على ألدريش آيمس الذي اعتقل مع زوجته روساريو كاساس. قال للذين باشروا اعتقاله: إنكم تمسكون بالرجل الخطأ، وإنكم بصدد ارتكاب خطأ فادح. غدا اعتقال آيمس وزوجته وجهت إليهما تهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفيتي ثم روسيا. انتهى الأمر بألدريش آيمس إلى الإقرار بالمنسوب إليه، وقيل إن ذلك تم ضمن نطاق صفقة مع السلطات الأمريكية بمقتضاها حكم عليه بالسجن المؤبد، ولم تتم متابعة زوجته إلا بتهمة التهرب الضريبي والتآمر بغاية التجسس، وحكم عليها بالسجن 5 أعوام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.